أين تشهد القارة السمراء حدث كروي يجمع أقوى المنتخبات الإفريقية؟ أكيد أن هذا الحدث مر على مراحل متفرقة منذ بدايته لأول مرة في خمسينيات القرن الماضية، كأس أمم إفريقيا في هذا العدد الجديد من برنامج سبورتس أريا. ولكن قبل أن نبدأ لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيه ليصلكم كل جديد. ب1957 كانت الانطلاقة، وبثلاث منتخبات فقط لعبت البطولة، وهذه المنتخبات هي السودان البلد المنظم، مصر وأثيوبيا. وتم استبعاد جنوب إفريقيا بسبب سياسة الفصل العنصري التي كانت سائدة هناك. النسخة فازت بها مصر بتغلبها على أثيوبيا ب4-0. المنتخب المصري استضاف البطولة عامين من بعد وبمشاركة نفس المنتخبات، حيث عاد اللقب وللمرة الثانية للفراعنة على حساب السودان ب2-1. النسخة التي أتت من بعد كانت سنة 1962 وبمشاركة مصر وأثيوبيا، ولأول مرة نيجيريا وتونس، وعاد اللقب لأثيوبيا على حساب المنتخب المصري ب4-2 بعد الوقت الإضافي. سنة 1963 تدخل غانا على الخط لتستضيف البطولة وتحرز لقبها لأول مرة على حساب المنتخب السوداني ب3-0، ليعيد البلاك ستارز الكرة عامين من بعد، أي سنة 1965 بعدما فازوا على تونس البلد المضيف ب3-2 بعد الوقت الإضافي. 1968 شهدت توسيع قائمة المشاركين ليصل ولأول مرة لثماني منتخبات، والتي كانت في ضيافة إثيوبيا، وتمكن منتخب الكونغو الديمقراطية الزائر سابقا من التتويج باللقب على حساب غانا ب0-0. سنوات السبعينات شهدت تطور ملحوظ للبطولة، أي من 1970 لغاية 1978 تقاسم التوالي كل من السودان، الكونغو الديمقراطية، المغرب وغانا لقب البطولة، بالإضافة إلى تداول كل من السودان، الكامرون، مصر، إثيوبيا، غانا على شرف التنظيم. سنوات الثمانينات كان الموعد مع وصول المنتخب الكاميروني إلى المباراة النهائية في ثلاث مناسبات 1984، 86، 88. شرف تنظيم تداولت عليه تواليا كل من نيجيريا، ليبيا، كوت ديفوار، مصر والمغرب. أما التتويج فكان من نصيب كل من نيجيريا 1980، غانا 82، الكامرون على مرتين 84 و88، بالإضافة إلى المنتخب المصري سنة 1986. 1990 كانت الاستضافة للجزائر التي فازت باللقب على حساب نيجيريا ب0-0، وهي آخر نسخة يكون فيها عدد المنتخبات 8، حيث شهدت نسخة 1992 بالسنغال مشاركة 12 منتخب، والتي فازت بها كوت ديفوار بضربات الترجيح على حساب غانا. 1994 وفي الأراضي التونسية اللقب عاد لنيجيريا التي فازت على زامبيا في النهائي وبنتيجة 2-1. وهذا قبل أن نشهد حدث تاريخي يتعلق باستضافة جنوب إفريقيا البطولة سنة 1996 بمشاركة 15 منتخب بعد انسحاب نيجيريا، وعاد لقب للبافانا بافانا على حساب تونس ب2-0. أما نسخة 1998 استضافتها بوركينا فاسو، وعاد لقب للمصريين الذين فازوا على جنوب إفريقيا ب2-0.
سنوات الألفينات، وفي الفترة المبتدأ بين 2000 و2010 شهدت سيطرة كاميرونية مصرية. الكاميرون فازت باللقب سنة 2000 و2002 على حساب نيجيريا والسنغال تواليا، فيما عاد تتويج لمصر في سنوات 2006 2008 و2010. أما الاستثناء فكان في نسخة 2004 والتي عاد لقبها للتونسيين، ليكون الشرف التنظيم لصالح كل من نيجيريا، مالي، تونس، مصر، غانا وأنغولا على التوالي. أما في الفترة الممتدة ما بين 2012 و2019 شهد تتويج كل من زامبيا على حساب كوت ديفوار، نيجيريا على حساب بوركينا فاسو، كوت ديفوار على غانا، الكاميرون على مصر، والجزائر على السنغال. وهي النسخة التي استضافتها توالياً كل من الكامون بالاشتراك مع غينيا الاستوائية، جنوب افريقيا، غينيا الاستوائية مرة أخرى، الكامون، وأخيراً مصر في نسخة شهدت مشاركة ولأول مرة 24 منتخب. عدد المتوجين لحد الآن 14 منتخب، يتقدمهم المنتخب المصري بسبعة ألقاب كاملة. فيا ترى من سيكون البطل القادم في النسخة التي ستستضيفها الكاميرون من 9 جانفي إلى 6 فبراير 2022؟ توقعاتكم في صندوق الوصف. إلى هنا وصلنا لنهاية عدد اليوم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيه لنستقبل آراءكم وانتقاداتكم، وحتى يكون تواصلنا كذلك أسهل أفيد وأفضل. هوا ناصر غيم يحييكم، الملتقى في العدد القادم بإذن الله.